صندوق الإنقاذ الدائم في منطقة اليورو حول إلى قبرص الشريحة الأولى من خطط إنقاذ مالية بقيمة ملياري يورو من أصل 10. كذلك تم الاتفاق على تمكين اليونان والبرتغال من دفعات جديدة. ويقول رئيس مجموعة اليورو: تحتاج اليونان إلى تنفيذ كل تعهداتها للموافقة على إجراءات تحسين جمع الضرائب بهدف ضمان توزيع عادل للمخصصات النقدية. ثانيا، ينبغي تنفيذ الإجراءات الضرورية لتحرير المهن وخلق التنافس على مستوى الإنتاج والخدمات المالية. دول أخرى قد تحتاج إلى خطط إنقاذ مالية، ومنها بصفة خاصة سلوفينيا التي تعاني من عجز للميزانية قارب 8%. ويقول مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية: حققنا تقدما ملحوظا فيما تعلق بتحديد قواعد إعادة رسملة الودائع المباشرة عن طريق آلية الاستقرار الأوروبية، ونحتاج الآن إلى العمل بجهد للتوصل إلى عقد اتفاق الشهر المقبل. من جانبها، تقول موفدة يورونيوز إلى بروكسل إيزابيل ماركيز دا سيلفا: المناقشات بشأن الاتحاد البنكي وعدم توازنات الاقتصاد الكلي ل13 دولة سيتم تدارسها في إطار مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بحضور 27 وزيرا، وستناقش مسائل تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال، وتتم المصادقة على الإجراءات الأسبوع المقبل.